رجعنا لكم بعد الفاصل. عندنا موضوع مهم هنتكلم فيه الفقرة دي، الموضوع ملخصه عن الطاقة السلبية. لو انا عايزة اخد ارائكم بس في الموضوع. بصي، الطاقة السلبية دي هي احساس ممكن يؤثر على اي شخص تاني، بمعنى ان انت مثلا ممكن انت مسؤولة عن الشخص اللي قدامك، ان انت تقدري تبصي له احساس او مشاعر سيئة. ان انت مثلا ساي رايحة الشغل الصبح، تروحي مكلماه ده النهارده يوم مقرف ومش عارف ايه، وبتتكلمي وانت متعنفه جدا، فبتقفلي له اليوم كله، يبتدي يحبط جدا، فبيبتدي ايه الانرجي بتاعته لا خلاص بقت سلبيه جدا. بصي، الطاقه السلبيه احنا اللي بايدينا ندخلها اصلا حياتنا، واحنا اللي بايدينا ما نكونش في حياتنا. مثلا مش بس كده، اختيار الناس كمان اللي بتتعاملي معاهم بالظبط، بيقولوا لك بده. حتى لو هزار، ايه ده بتعملي ايه، انت مش عارف ايه. لا، هي الطاقة السلبية مش كده، هي الطاقة السلبية هي مرض ما يقلش خطورته عن اي مرض عضوي يقدر ان هو يدمر الانسان او جسم الانسان. ليه بقى؟ بيبقى طبعا من بعض الاشخاص الغير ايجابية اللي بيوصلوا لك صورة غير ايجابية عن الحياة، او الاشخاص المحبطين او المتشائمين عامة من الحياة، محاولين بكل جهدهم ان هم يغرزوا فينا الافكار الغير ايجابية. كمان بيبقى في عندهم يا ندى فكرة الاعتذار او الاعذار الكتيرة، ان قد ايه الحياة صعبة وقد ايه الحياة وحشة، عشان هم واخدين المنحنى السلبي بحجة بقى طبعا المشاكل او بحجة ضغوط الحياة. مظبوط. في نظرية في علم النفس بتقول برضو ان الشخص الايجابي بيحاول يدور على حاجة تنجحه، بيجتاز العقبات وبيدور على الطاقة المكنونة اللي فيه، يعني ملوش دعوة خالص بالطاقة السلبية، وخلاص صحيح. بقى انا بدور على طاقتي انا الايجابية، بدور انا هروح فين وهعمل ايه ولازم هحقق ده ولازم هعمل ده، حتى لو مين اللي قال لي. مظبوط، انت كلامك مظبوط يا ندى. المفروض ان احنا نختار، نتقن اختيارنا في الناس اللي بنتعامل معاها والناس اللي بنسمعها والناس اللي بندخلها حياتنا، لان هم ليهم عامل كبير جدا 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 في تحويل الطاقه بتاعتنا. لو احنا عندنا طاقه ايجابيه يحولوها، قادرين يحولوها لطاقه سلبيه 100%، قادرين ان هم يحولوا مدنا 100% من سبع سما لسبع ارض طبعا. ليه؟ من كتر الضغوط اللي عليهم. انا عندي يعني، انا في ناس اعرفهم ما بيتكلموش غير عن المشاكل بس، ما بيتكلموش غير انا عندي مشكله كذا، انا مضغوطه، انا كذا، انا كذا، بس ما بيتكلموش عن الجزء الحلو في حياتهم. مش مجبرين نشوفك عشان يحكوا لك المشاكل، وعشان مش عارف، وعشان انت اول ما بتقولي الو في التليفون، اول ما بتقولي الو الو في التليفون، انا حياتي زفت، الدنيا سودة قدامي، ما حسسنا اللي احنا عايشين خلاص بقى، خلاص وكل خلاص يوم خلاص مش عارف ايه، وسيتي ستار مع ايه يا جماعه. والله في وسط كل حاجة وحشة، يعني على قد ما انت عندك حاجات كتير وضغوط كتير وحاجات وحشة سلبية، لا عندك اكيد جزء حلو ربنا كرمك بيه. ربنا عمره ما بيدي بني ادم كل حاجة وحشة في حياته، مستحيل. انت زي ما عندك الوحش هتلاقي برضو عندك جزء فيه نور، جزء فيه حلو. ليه ما بتركزش عليه؟ ليه ما بتتكلمش كلمة طيبة؟ ده الكلمة الطيبة حتى صدقة، يعني ربنا وصانا ان كلمة طيبة صدقة، انت بتاخد عليها حسنات. ده معناه ان ربنا عارف قد ايه بتأثر في الانسان بالايجاب، قد ايه بتحوله البني ادم ايجابي وناجح وشاطر وعايز يتقدم وعايز يبقى حاجة كبيرة. صح ولا ايه؟ صح طبعا. ازاي بقى نتخلص من الطاقة السلبية دي، او من الاشخاص اللي بتدينا الطاقة السلبية دي؟ انا جمعت شويه حاجات، عارفيني بحب اجمع شويه حاجات كده ونصايح. ازاي؟ اولا عدم التاثير براي الاخرين، يعني ارضاء الناس يعني ارضاء الناس هدير مستحيل، ارضاء الناس كلها 100% من الناس مستحيل. يبقى المفروض نعمل ايه؟ ما نهتمش بارائهم السلبيه عننا نهائي، ونكون مقتنعين كويس جدا بافعالنا وتصرفاتنا ونفسنا. ما يبقوش في حياتنا اصلا يا امنيه، يعني ليه ندخلهم اصلا حياتنا؟ ممكن يكونوا مفروضين عليكي. طبعا ممكن في الاهل يا ندى، الاهل ممكن يستخدم منهم طاقه سلبيه. العلاقات عامه، الخطوبه، الجواز، الكلام ده برضو بناخد منهم. معانا استاذ حسن من كفر الشيخ. ايوه اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل حضرتك. الطاقة السلبية احنا اللي بنخلقها من خلال عدم قبول الرأي والرأي الآخر. غير كده وكده، ان الطاقة السلبية لما البني آدم بيبقى بعيد عن ربنا، برضه ديت الست اللي قاعدة على يمين حضرتك تقريبا بتتكلم عن الله،
عن الدين وكده، فهي يعني انا بصراحه يعني هي عجبتني. تمام، شكرا، ميرسي قوي لحضرتك. الطاقه السلبيه دي بتبقى ناتجه عن الاحباط بقى، اللي هو الياس وعدم الامل والناس. لا 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 لا، صحيح، احنا لازم نكون مداخله مع حضرتك عن القتل والزواج والكده موضوع الحلقه الاولانيه. اه، ده كان معانا في الفتره الاولى. مظبوط. اه والله، بس معلش، هو انا كان التليفون. لا ولا يهمك، ولا يهمك، اتعوضت في الفقره الثانيه. شكرا لاتصالك استاذ حسين. طيب نرجع ونقول ان فعلا زي ما هو قال، الطاقه السلبيه هي بارادتنا ان احنا ندخلها حياتنا او لا. انت بايدك، حتى لو ان الشخص ده مفروض عليكي. انت لسه يا هدير كنت بتقولي ان في ناس احنا ما بنعرفش. ايوه، ما لسه لسه بقوله، في ناس ما بتعرفيش تغيريهم هم، لكن انت تقدري تزرعي فيهم الطاقه الايجابيه. يعني لما تلاقي حد متضايق ودايما عصبي ودايما بيديكي طاقه سلبيه، لا انت، طب ما في حاجات حلوه، طب ما بص حصل ايه، طب تعالى نخرج، طب تعالى نشوف، عارفه الحاجات دي بس في ناس فعلا ما بيقولوش غير ان قد ايه الحياه وحشه. يعني طول ما هتقابليهم هيقولوا لك نفس الكلام. يعني يا امنيه، دول اشخاص نبعد عنهم. حد بيشتكي من الشغل 24 ساعه، انا شغلي تعبني، انا شغلي مش عارف ايه، بسهوله جدا قولي له طبعا الشغل ده للرجاله، وانت اكيد قدها، واكيد لما بتعمل حاجه زي كده انا بفتخر بيك وبكبر بيك، وده بيحصل علشان انت تقدر تبقى معايا. لا، دي ضغوطات، لو هم مخطوبين دي ضغوطات. تمام، دي ضغوطات، بس انت تقدري تهوني تتعامل معاها، وتعرفي تتهوني معاها. مظبوط، لكن ماشي يا هدير انا معاكي، بس دي مش ده اللي بيديكي طاقه سلبيه. مش ده اللي يعني امنيه، انتوا مش كل حاجه هو يجي يقول وانا كل لا حاجه فكره روحة. لا فكره ان هو دايما بيشتكي من الشغل، مش ده اللي هيديكي طاقه سلبيه. ليه بقى بتحسي طاقه سلبيه؟ الناس اللي بتدي طاقه سلبيه هي اللي دايما ان الدنيا معاها وحشه، بتحطمك، مفيش حاجه كويسه. الشخص برده بيضايقني قوي، الشخص اللي بيحبط الشخص اللي قدامه. لا انت مش هتنجح، لا انت كده كده، يعني مثلا واحد خاطب واحد، انت كده كده هتتجوزي وهتقعدي في البيت. انت كده كده ليه لما هي ممكن. معانا ساره من المنوفيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، اخباركم ايه يا بنات؟ منورين. ده نورك ساره. طبعا انتوا بتتكلموا النهارده عن تاثير الطاقه السلبيه على حياتنا. مظبوط. والله وفي نظريه بتقول ان في الناس بيبصوا بعين النحله، وفي ناس تانيين بيبصوا بعين الذبابه. عين النحله دي اللي بيبصوا دايما للايجابيات اللي في الحياه، لكن عين الذبابه دي الناس اللي دايما بيبصوا للسلبيات اللي في حياتهم. فنحاول ان احنا نبعد عن الناس دي بقدر الامكان. اي نعم، في ناس منهم بيكونوا مفروضين على حياتنا. تمام. نحاول ان احنا ما ناخدش منهم الطاقه دي. هتسمعي بس تفوتي، بصي للجانب الايجابي علشان حياتك نفسها ما تتاثرش. صح، عندك حق، انت جميله، ايجابيه يا ساره. في ايوه فعلا، بس في ناس في حياتك مش هتقدري. ناس في حياتنا اوريدي زي ما امنيه قالت كده، اللي هم بيبقوا مفروضين على حياتك، بس حاولي انك انت تبعدي عنهم. حاولي انك انت بقدر الامكان نتجنب، ما تسمعيلهمش اصلا. أيوة، نتعاطف معاهم لكن ما ننغمس معاهم. ايوه، ما تتاثريش بكلام. او ممكن هي اللي تاثر فيهم يا ساره، ولا ايه رايك؟ هي ممكن تاثر فيهم بشكل ايجابي. هي فعلا عندك اللي هي تقدري تاثري عليهم. توضحي لهم انك وصلت للمكانه اللي هم مش عاوزينك اصلا توصلي لها. صحيح، ايوه. يعني في والله بنقول كتير وبتتكلمي كتير. بتتكلمي كتير وبتفضلي تقولي ان الحياه كويسه وحلوه، بس الناس لو فضلت تتكلمي هتتكلمي لده ولا لده ولا لده ولا لده ولا كتير. لا لا، خديكي انت ماشيه بالمعتقد بتاعك. مظبوط. يعني معتقدك انت في الحياه بوزيتيف انرجي، خليكي ماشيه بيه، لكن اي حاجه سلبيه اتركيها خالص. بالظبط، صحيح، بالظبط. شكرا ليك يا ساره. نرجع لموضوعنا تاني. رقم 2، عدم التعاطف او التاثير العاطفي الشديد بمشاكل الاخرين. يعني مفيش مشكله ان احنا نتعاطف معاهم، نشاركهم في حل مشاكلهم، نتكلم معاهم، نحاول بكل جهدنا ان احنا نحاول نحل معاهم المشكله، بس بحذر. ليه؟ لان الانغماز العاطفي الشديد في المشاكل دي بينقل لنا الطاقه السلبيه المزعجه، حتى لو الموضوع مش موضوعنا. أوكي. بس بيتنقل لنا الطاقه السلبيه
بطريقه مش حلوه بنحس بيها بطريقه غير مباشره، فالمفروض لو ما عرفناش نفرق ما بين التعاطف والانغماز يفضل ان احنا نبعد عنهم احسن. طب انا سؤال بقى، لو الشخص يعني مش عارف ان هو ما يتعاطفش مع الشخص، يعني شاف مثلا زي حاله سلبيه وبيكلم معاها معرفش غير ان هو يتعاطف، مش عارف يعمل اي حاجه تانية، يتعاطف بس بحذر، انا ما عنديش مشاكل ان انا اتعاطف معاك، لكن ما نغمس معاك في المشكله، وادخل جواها كده، فاهمه؟ بالظبط، اللي هو نخرج يعني نتعامل من بره زي ما بتقول، نتعامل من بره طبعا. لو ما عرفتيش توازني ما بين التعاطف والانغماز، لا يفضل ان احنا نبعد عنهم اساسا. رقم 3، وضع حدود. نحط حدود مع الناس اللي احنا شايفين ان هم بيدونا طاقة سلبية. خلينا دايما عارفين ان احنا ولا مجبرين ولا مضطرين ان احنا نتعامل معاهم او نسمعهم او كل ما يكلمونا او نشوفهم قد ايه الحياه مش لطيفه، وقد ايه الحياه سوده، قد ايه الحياه كئيبه، قد ايه الحياه ما فيهاش اي حاجه وحشه، اي حاجه حلوه عفوا. بالظبط، المفروض ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نحط حدود للتعامل معانا، فاهماني؟ هو بس ان انا عايزه اوضح ان الناس اللي مفكره ان هي اللي بتدي طاقه سلبيه دي ده حاجه عادي وده طبيعي وان ده يعني ملوش مسؤوليه، لا على فكره انت بتشيل مسؤوليه كل شخص انت دمرته نفسيا، كل شخص احبطته، كل شخص نايمته معيط بسبب كلمه عفويه مثلا قلتها او موقف حكيته، انت بتشيل مسؤوليه كل الاشخاص اللي حواليك اللي انت اثرت فيهم بالسلب. فعشان كده هتعرف قيمه الكلمه الكويسه، الكلمه اللي بتحول البني ادم لبني ادم ناجح، لبني ادم عنده تفاؤل كده وحابب الحياه. وبعدين ما تنسوش ان الياس ده ظن بالله، ان انت كده بتظن في الله، لان انت طول ما انت واثق في ربنا هيبقى عندك تفاؤل في بكره وتفاؤل في كل حاجه بتحصل. يعني في ناس ما عندهاش تفاؤل، في ناس بس ما بتعملش اي حاجه غير ان هم بيتكلموا، هم يتكلموا في كده وبس. عارفه ليه؟ عشان هم مش قريبين من ربنا. عارفه اللي قريب من ربنا ده يا ندى بيبقى شخص متفائل جدا، ممكن يكون طبعا وده لا, لا 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 على فكره، حتى لو قرب من ربنا هيحس باطمئنان ان بكره احلى، ان في امل. خلي عندك مظبوط، مظبوط امل وتفاؤل، وخلي عندك خلاص انت صحيت بقى اليوم اللي تشوف هتعمل ايه، تشوف صحيح وراك ايه، تشوف عاوز ايه تعمله حلو. صح، نبص يعني نص الكوبايه المليان ونسيب النص الكوبايه الفاضي. مظبوط، تمام. عندنا كمان رقم 4، خصص وقت لنفسك. يعني انت لازم تقعد مع نفسك كده تفصل، خصص وقت لنفسك، ده احلى وقت ده. بعيد عن كل اللي حواليك، اقعد على كنبه، اقرا كتاب، فنجان قهوه معاك، الحاجات دي كلها. او ممكن يسافر تعيش لوحدك كده، او ممكن تسافر الحاجات تغير جو، تهدي اعصابك. الحاجات دي كلها، ابعد عن كل اللي حواليك اللي بيدوك طاقه سلبيه. صح، الحاجات دي كلها بتجدد الطاقه تاني وبتمدنا بطاقه ايجابيه. يمكن لو خصصنا وقت لنفسنا، لو ساعه بعيده عن الناس دي، انا ما اعتقد ان حاجات كتير ممكن تتغير. بصي انا هقول لك على حاجه، النقطه اللي انت قلتيها دي يا امنيه نقطه مهمه جدا، لان الشخص فعلا لما بيفصل عن الناس وبيخرج نفسه بره المشاكل شويه بيبقى عمل مع نفسه حاجه كويسه جدا، ان هو بيفصل وبيبتدي ايه يجدد نشاطه ويبتدي حاجه من اول وجديد. خلاص كده بالظبط. واخيرا بقى نسيطر على مشاعرنا. انا تقريبا قلت الكلام ده الحلقه اللي فاتت، الشخص المستقر نفسيا هو الشخص اللي بيعرف يسيطر على مشاعره، بيعرف امتى يوقفها، وبيعرف امتى ما يسمح لهاش ان هي اللي تسيطر عليه. ده يمكن الشخص المستقر نفسيا هو الشخص اللي بيعرف يسيطر على مشاعره. احنا تقريبا موضوعنا كان كبير، محتاج حلقات تانية كتير. تمام، اكتر عندنا تهاني. قولي، ابتدي نبتدي احنا. ابتدي. ماشي، طيب. تهني اسره البرنامج، المخرج المجتهد جدا في عمله، المخرج محمد عيد، اللي حققت اعماله ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وقام بالعمل مع اهم المشاهير على السوشيال ميديا، وعلى راسهم الاب الروحي لليوتيوب عبد الحليم الرفيعي. نهني المخرج محمد عيد على انتهاء فيلمه الجديد الذي جاء بعنوان قسوه بنت، وايضا من بطوله اليوتيوبرز عبد الحليم الرفيعي. والفيلم بس مش ما كانش من اخراجه بس، لا ده كان من تاليفه كمان واخراجه. نتمنى له مزيدا من النجاح والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. في ختام حلقتنا من برنامجنا بدون سابق انذار، حابه اهني الاستاذه رجائي علي عامر بمناسبه عيد ميلادها. كلنا بنتمنى لها بدايه سعيده بمناسبه طلوعها على المعاش، وكل سنه وحضرتك طيبه، وبالتوفيق لحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. كمان عاوزه اهني شخص غالي عليا وعلينا كلنا،
الأستاذ فتحي إبراهيم أبو خفاجي مدير مدرسة جنزور التجارية بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا خالو، وعقبال 100 سنة جاية يا رب، وتفضل معانا وتفضل مبسوط دايما يا رب. ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون الحلقة نالت اعجاب حضراتكم. استنونا يوم الاثنين الساعة 5 في برنامجكم بدون سابق انذار. كانت معكم أمنية أشرف وهدير سامي وندى بسيمي.